عقد إدريس دكني الدكير بمكتبه بيانا صحفيا حول مشاركة المنتخب الوطني لكرة الطائرة في نهايات بطولة أفريقيا. آدم حسن مكاوي والتفاصيل. تسلسل الإخفاقات الرياضية التشادية يتكرر في غياب تام وغفوة عميقة للدولة وحكومتها. هذا ما كان فيه حديث المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالية الوطنية لكرة الطائرة. خسارة المنتخب الوطني لكرة الطائرة والأسباب المباشرة التي أسهمت في إبعاد ساو الطائرة بعيدا عن نهائيات بطولة إفريقيا للأمم المؤهلة لتصفية كأس العالم. في ده الأكيب كان لديه صعوبات كثيرة، كان الحكومة ما عندها مواجهة عشان يعطينا. جبنا بالتالي كان كوميتي أولمبيك، جبنا مدرب من الجزائر عشان يقعد مع الأكيب مع الفرقة، قعد معهم شهر تمام. بالنسبة النتيجة الأكيب هو كان عمل جهد كثير، حتى لقد يمشوا هناك الحكومة ما أدى حتى فرانكا لهذا الأكيب، عشان الأكيب ناشونال كان يمشي برا فيها قبل وفيها من وقت اللي يمشي وفيها بعد وقت اللي يمشي. لحد اليوم نكلمكم ده حكومة ما أدى ريال، نحن بس عملنا جهودنا عشان نكف التذكرة بتاع الأكيب، عشان ندوا إمكانيات عشان الشباب يمشوا يتحاضروا في هذا الكاس. أين وزارة الشباب والرياضة؟ وأين ذاك الصندوق الوطني الذي أوكلت إليه مهام دعم وترقية الرياضة؟ أسئلة عديدة تطرح نفسها بنفسها. عشان ده نطلب من الحكومة بطريق وزارة الشباب، لو كان فيها منظمة اسمها أوناجاس، الأوناجاس هو خدمته عشان بيساعد الشباب والرياضة عشان ده يكونوا، والفلوس موجود، لكن وزارة الشباب ما وزارة المالية ما قايدت الفرصة عشان هذا المنظمة في كونسيد أدمنستراسيون. من ما بيجي كونسيد أدمنستراسيون يخلوه هذا المنظمة هو يشتغل وبعدين يرندر كونت للحكومة. ومع كل تلك المعوقات فقد استطاع اللاعبون أن يحجزوا للبلاد مقعد المركز 11 في البطولة من أصل 15، وسمح هذا الأداء الفردي لبعض اللاعبين بالفوز بعقود احترافية في النوادي الإفريقية. وبهذا الخبر الرياضي ننهي النشرة لهذا المساء، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.